مرحبا بكم. هناك العديد من السوائل باهظة الثمن كسائل الكحول أو البترول وغيرها من السوائل التي رغم ثمنها المرتفع لا تساوي شيئا بجانب السوائل التي سوف نتناولها في هذا الفيديو، فيبلغ ثمن اللتر الواحد منها ملايين الدولارات. ولكن أولا مشاهدين الكرام، دعمونا بأعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا كوكتيل شراب الوماض. ما نحن بصدد عرضه إليكم اليوم هو سائل مختلف عن ذلك المشروب زاهي الألوان والذي كان يصنعه توم كروز في فيلم الكوكتيلات والأحلام. هذا السائل اللتر الواحد منه يقدر ب 210 دولار. كوكتيل الوماض هو سائل يساعد على قياس نشاط المادة المشعة، حيث يتم خلط المادة المراد اختبارها أو نقعها في كوكتيل الوماض وبعدها توضع في آلة عد الوماض السائل. هذا يحقق من ظهور جميع المواد المشعة. استخدم هذا السائل في كارثة تشيرنوبل وهذا لاختبار المواد المشعة ومدى أمنها، ويرجع سبب ثمنه الباهظ إلى الهدف منها والمواد الكيميائية المختلفة التي يتكون منها. ثانيا طلاء الأظافر. قد لا تعتقد أن شيئا شائعا تشتريه دوما كطلاء الأظافر أن يكون بهذا السعر الباهظ، ولكن هذا يعتمد على الكمية، فما تقومون بشرائه كمية ضئيلة جدا. اللتر الواحد من طلاء الأظافر يكلف 900 دولار. تستخدم مادة نيتروسيليلوز في صناعة طلاء الأظافر، وهي مادة مذيبة تحتوي على عناصر مثل خلات الإيثيل مما ينشئ رائحة خاصة بها، بالإضافة إلى إضافة مواد أخرى تعطيه ألوانا مختلفة. أيضا يحتوي طلاء الأظافر على مركب البوليمر والذي يجعله متماسكا وثابتا فوق الأظافر. ثالثا الدم البشرية. تحتوي شرايين الإنسان على 4 لترات من الدماء في المتوسط. هناك الملايين يتبرعون بالدماء سنويا، ولكن لماذا يعد الدم البشري من أغلى السوائل بالعالم؟ فيرجع ارتفاع ثمن الدم البشري للعملية التي يمر عليها بعد التبرع بالدم. فبعد أن تتبرع بالدم لبنك الدم يقوم الخبراء على فصل السائل إلى بلازما وكرات دم حمراء، ويتم تخزينه في ظروف معينة للاستفادة منه لاحقا. تلك العملية هي سبب زيادة سعر الدم البشري، فيبلغ ثمن اللتر الواحد منها إلى 1500 دولار. وأيضا لأنه من أهم العوامل المساعدة على إنقاذ الجرحى، فحادثة واحدة بالسيارة قد تحتاج لأكثر من لترين لإنقاذ المصابين. ولكل هذه الأسباب بنوك الدم في حاجة مستمرة للمتبرعين. رابعا حبر الطبيعة وسائل التصحيح. قد لا تصدق أن أسعار حبر الطابعات قد يفوق سعر الطابعة نفسها، حيث يبلغ سعر حبر الطابعة في بعض الأحيان إلى 720 دولار للتر الواحد، ولذلك تعتبر من أغلى المواد اللازمة للطباعة ومن أغلى السوائل. تعتمد الشركات المنتجة للطابعات على عدم المغالاة في سعر الطابعة، بل تغري المشتري بسعرها المنخفض، وتعلم الشركات أن ربحها الحقيقي سوف يكون في ثمن الأحبار المستخدمة في الطابعة. ويأتي الربح من كون المستخدم لا يمكنه تغيير نوع الحبر في الطابعة، بل يكون ملزما باستخدام حبر الشركة المنتجة، ومن هنا تأتي الأرباح المهولة بكل سهولة. أما عن سائل التصحيح والذي يطلق عليه في أمريكا الورق السائل، فأول من اخترعه هي بيت سماث في عام 1956. استخدمت خلاطا في المطبخ لخلط أول دفعة من الورق السائل، وهي مادة تستخدم لتغطية الأخطاء المرتكبة على الورق. أنشأت العلامة التجارية الخاصة بها وهي الورق السائل ليكويد بيبر. يصنع سائل التصحيح من عدة مواد كيميائية، ولكن المكون الرئيسي هو ثاني أكسيد التيتانيوم والذي يعطي اللون الأبيض. سعر اللتر الواحد 200 دولار، وهو رقم لا يذكر مقارنة بسعر حبر الطابعة، ومع ذلك فقد استحق التواجد في قائمتنا. خامسا الزئبق. بالطبع تتذكر هذا العنصر فقد درسته في مادة الكيمياء. الزئبق هو مادة سامة تضر بالإنسان، فبمجرد لمسه قد يؤذي الرئة والكبد والجهاز العصبي، ولكن له فوائد أخرى ما دام الأمر لم يتعلق بصحة الإنسان. يستخدم لصناعة الترمومتر والبارومتر، يستخدم أيضا لصناعة مفاتيح الكهرباء والمواد الكيميائية مثل الكلور، وقد يستخدم كمادة طبية عند خلطه بمواد كيميائية أخرى. ومن استخداماته أيضا استخلاص الذهب من الصخور، وهنا تكمن أهميته في قطاع المجوهرات، ولهذا يبلغ ثمن اللتر منها إلى 3400 دولار. سادسا الأنسولين. يبلغ سعر اللتر الواحد منها إلى 9400 دولار. الأنسولين هرمون شديد الأهمية للإنسان، يفرزه البنكرياس من أجل تحويل الكربوهيدرات التي يتناولها الإنسان إلى سكريات اللازمة لمد الجسم بالطاقة من أجل القيام بوظائفه وأنشطته الحياتية، ولكن مع الأسف لا ينتجه الجسم بشكل كافي، لذا يحتاج في بعض الحالات المرضية لتناول الأنسولين كدواء.
هناك 29 مليون شخص في أمريكا مصابون بمرض السكري، والذين يحتاجون للأنسولين، لذا يتم استهلاكه من السوق بسرعة شديدة رغم ارتفاع ثمنه الكبير. بالإضافة إلى أن نسبة إنتاج الأنسولين في العالم ضئيلة جدا، وفي العشر سنوات الأخيرة ارتفع سعر الأنسولين 3 أضعاف. سابعا، دماء السلطعون حدوة الحصان. أقيمت العديد من معامل الاستزراع من أجل المحافظة عليه من الانقراض، وفي نفس الوقت الاستفادة من الخصائص النادرة لدمائه الزرقاء، وهذا بواسطة استغلال خروجه إلى الشاطئ في فترة التزاوج. يحتوي دم سرطان حدوة الحصان على مادة الهيموسيانين، والذي يعد المقابل لمادة الهيموغلوبين في دم الإنسان، والذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد فيمنح الدم اللون الأحمر، بينما تحتوي مادة الهيموسيانين على نسبة عالية من النحاس، والذي يجعل دم هذا الكائن أزرق اللون. فثمنه باهظ جدا، فيبلغ سعر اللتر الواحد منه إلى 60,000 دولار، ويرجع ذلك إلى خصائصه النادرة. ثامنا، سائل جي اتش بي وال سي دي. هذان السائلان من أغلى السوائل بالعالم. الجي اتش بي هو عبارة عن حامض دهني يتم إفرازه بشكل طبيعي في الجهاز العصبي المركزي للإنسان، له تأثيره السلبي القوي على الذاكرة أو القدرة على اتخاذ القرار عند خلطه بالكحول، ولهذا العقار عدة فوائد. فهو يستخدم لأغراض التخدير في المشافي، ويستخدم أيضا لعلاج الإدمان. سعر اللتر الواحد منه 2600 دولار. أما عن السائل الآخر والمعروف باسم LCD، اشتهر لأول مرة في الستينيات من قبل فرقة بلاد في أغنيتهم الشهيرة يوم في الحياة. يعرف بعقار الهلوسة، ولأنه ينتج بشكل غير قانوني فثمنه مرتفع للغاية، فالكيلوجرام الواحد منه يتراوح ما بين 50 إلى 60 دولار. لذا لا ننصحكم بشراء لترا كاملا منه، فثمنه 123,000 دولار. تاسعا، العطر. إن دخلت متجر سكاي ماركت من قبل ستجد أن أسعار العطور به مرتفعة جدا، وأغلى تلك العطور هو العطر الفرنسي شانيل رقم 5، والتي صممته المصممة العالمية كوكو شانيل. أصدر هذا العطر في الأسواق في عام 1921، ومن هذا الوقت وهو متصدرا لقائمة أفضل العطور في العالم. هو مصنوع من زهور الياسمين وزهور مايو الموجودة في جنوب فرنسا، هي مواد صعب العثور عليها، لذا سعر اللتر منه 26,000 دولار. ورغم هذا لا يعد هذا العطر من أغلى العطور في العالم، بل يحتل المركز الأول عطر كلايف كريستيان رقم 1، حيث يبلغ ثمن اللتر الواحد منه 344,000 دولار. عاشرا، السم. الجميع يخاف من الحيوانات السامة، ويخاف فورا عندما يسمع كلمة سم، ولديهم حق، إلا أن بعض أنواع السم لها فوائد عدة. فعلى سبيل المثال حيوان ملك الكوبرا، سمه مصنف بأنه أكثر سم قاتل بالعالم كله، وتظهر أثر لدغته على الفور، ويمكنه حتى قتل فيل بلدغته. ورغم خطورته الشديدة فله فوائد كبيرة. هذا السم يستخدم في علاج أمراض مثل سرطان الثدي ومرض باركنسون. أيضا يستخدم في إنتاج بعض الكريمات مما يحتوي عليه من بروتين يخفض من حركة العضلات ويحد من التجاعيد، فيبلغ سعر اللتر الواحد من سم ملك الكوبرا إلى 153,000 دولار. ولكن عند مقارنة سم ثعبان ملك الكوبرا بسم العقرب فهو لا شيء بالنسبة له، فمعروف عن العقارب أنها حشرات شديدة السمية، تتواجد عادة في المناطق الصحراوية ولها قواطع حادة كافية لقتل ضحيتها، ولا تستخدم سمها إلا عند الشعور بالحاجة إليه. هو أيضا مثل سم الثعبان، ويستخدم في نطاق المجال الطبي، حيث تصنع منه أدوية، ويستخدم في علاج بعض الأمراض مثل التهاب الأمعاء وبعض أنواع مرض السرطان. وقبل إخباركم بثمنه عليكم تخيل مدى صعوبة الحصول على سم العقارب، فهذا هو السبب في ارتفاع ثمنه الكبير، والذي يبلغ 39 مليون دولار للتر الواحد. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.